ودلوقتي جا ميعادنا مع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري الانجليزي وكمان نهائي كاس ايطاليا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لجامعة عين شمس، وهيشهد العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة اللي بتشمل جميع التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. وهيكون في أكبر تجمع دولي لجراح المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم. النهاردة لعشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين، هيلتقي بيراميدز مع طلائع الجيش الساعة 9:30 بالليل في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 22، وفيوتشر مع سيراميكا كيلوباترا في نفس التوقيت في ختام الجولة 29 من عمر المسابقة. النهاردة لعشاء الكرة الإيطالية موعدهم مع مباراة نهائي كأس إيطاليا اللي هتجمع بين إنتر ميلان مع فيورنتينا الساعة 10 على الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما. بالنسبة لمباراة الدوري الإنجليزي، النهاردة في مباراة قوية مؤجلة من الجولة 32 من عمر المسابقة هتجمع بين مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 10 بالليل.